مساء الخير نانسي، اهلا وسهلا فيكي بسيرة فن. اهلا فيك. نانسي عجرم، وخلال فترة قصيرة نسبيا من الزمن استطاعت التربع على عرش اهم الفنانات العرب. لنبدأ الحكاية من البداية. ولدت نانسي في 16 من مايو أيار عام 1983، وبدأت هذه الفتاة الجميلة تكبر حتى بلغت سن 12، والتي كانت نقطة تحول في حياتها، حيث شاركت في برنامج للأطفال يدعى نجوم المستقبل، وحصلت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب للصغار. لما كنت صغيرة كنت طفلة موهوبة، مين اللي اكتشف هاي الموهبة فيكي؟ البابا، يعني كان دايما هو يشجعني على الفن، يشجعني على الغناء. هو الوحيد اللي اكتشف انه انا عندي، يعني عندي صوت حلو هيك وبحة، ومن وقتها عرف انه عندي هالموهبة وصرت ادرس موسيقى. ساعدني كتير يعني، ولحتى اشتركت بعدة بروغرامات وربحت فيها، بس هو يعني كان دايما حدي أنا وصغيرة. بعد هذا اختفت نانسي عن أعين الجمهور وبدأت في دراسة فن الصوت والموسيقى، وكان عمرها أنذاك أقل من 18 عاما. حينها قبلتها نقابة الفنانين اللبنانيين كعضوة لتكون استثنائية، وحينها أطلقت ألبوم محتاجة لك ثم أغنية شيل عيونك عني. قدمتي محتاجة لك ب 2001، قدمتي شيل عيونك عني، وقفتي ورجعتي بعدين ولكن بشكل جديد. هل تغيير الشكل كان من متطلبات النجاح؟ ما يعني شكلي انا ما كان شيء وصار شيء ثاني، لا. يمكن اللي هو يعني لاحظنا عليه اكثر، اللي لاحظوا عليه الناس اكثر، هو النضج اللي فيه، لانه كنت يعني مثل ما كنت عم تقول يمكن كنت أصغر بالعمر، ودايما يعني كنت أنا بمرحلة هو الإنسان فيها بيتغير، يعني بينتقل من مرحلة لمرحلة، يعني من مرحلة الطفولة للمراهقة. فهل يعني هالمرحلة أوريدي هي بتغير كتير بالإنسان وبشكله، خاصة بالأنثى يعني. وكان كليب أخصمك هيك بلوك جديد، حبوا الناس وحبوا الغنية وحبوا الكليب، وكان قال كتب لي انه بدي انجح. اخصمك اسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواك. هل كان هذا النجاح لاخصمك او للالبوم نفسه مخطط له، ولا كان مجرد صدفه؟ هلا ما في شيء ما كان مخطط له، اكيد كانت الغنيه نحن اخترناها وصورناها اول اغنيه بالالبوم، يعني كنا حاطين امال عليها، اكيد كنا متوقعين نجاح بس مش هالقد، اكثر من ما توقعنا، يعني اكثر بكثير من ما توقعنا. طوالت الالبومات البوم وراء البوم كان عم ينجح اكثر، اثبتي للناس انه الفنانه نانسي عجرم مش مجرد وجه جميل ولا مجرد أغنية رح تفرقع وبعدين تنتهي، ولكن أثبتي أنك بتقدري تغني، بتقدري تستمري. كيف خططتوا لهي المرحلة؟ يعني خطة الاستمرارية كانت مرسومة من زمان، يعني من قبل أخصمك كنا عارفين شو بدنا نعمل بعدها وبعدها وبعدها. يعني ما كان عنا أغاني بس لألبوم أخصمك، كان عنا أهو نص حتى بوقتها بس ما نزلناها. يعني ولا نتغير تعالي انا زعلي اول
يعني 9 ألبومات برصيدك الفني وأنت من أشهر النجمات العربيات، شو السر؟ ما بعرف شو السر. أكيد أول شيء يعني الإنسان هو بيعمل اللي عليه أكيد وبيشتغل والتوفيق بيجي من عند الله، يعني محبة الناس هذه نعمة. يعني أنا كثير أوقات مثلاً بكون ماشي على الطريق الناس ما بعرفهم بيحكوني بطريقة طبيعية كثير، إنه تعرفي بدنا نتصور معك، مش إنه يعني ما بيحضروا شو بدهم يحكوني. على سيرة الناس وتلقائية، غنيتي للناس للأوطان وانكتب عنك إنه نانسي ممكن تغير بجملة ما رأي الشارع العربي، هل برأيك إنه ممكن تغيري رأي الشارع العربي بكلمة لما بتقوليها؟ إن شاء الله، يعني بعد ما جربت أكيد. بس هلا أنا يعني كوني هلا بمنظمة اليونيسف عم بقدر يعني غير أشياء كتير، إن شاء الله ضل هيك، يعني إن شاء الله أقدر عن جد يعني نشوف إنه في تغيير. أكيد هذا ما بيجي، بده وقت كتير وبده شغل كتير وتعب كتير. بعد كل هالنجاح نانسي لوين حابة توصل؟ هلا ما بنكر يعني انه انا يعني بدي اشكر الله اول شيء انه وصلني لهون. انا كثير راضيه على اللي انا فيه هلا، ان كان بحياتي الفنيه او الشخصيه، كثير راضيه على فني، على الناس اللي بحبوني، على اعمالي كلها، على بيتي وعلى عائلتي وجوزي وبنتي. ما بتمنى انه حافظ عليهم، ما بتمنى اكثر من هيك. بتمنى الاستمراريه اكيد مثل ما انا وبس. طيب نانسي امتى بتفكري تعتزلي؟ انا اول ما احس حالي انه انا عم بفرض حالي على الناس بعتزل. نانسي بدي اتشكر وجودك معنا بسيره فن، كنت ضيفه عزيزه، بتشكر وجودك معنا. ميرسي. انا كمان انبسطت فيك كثير، انبسطت بهاللقاء الحلو.